رغم غدر الاحتلال المعهود، عادت الأسر النازحة لبيوتها هاربة من قسوة النزوح إلى وحشية الموت بعد إعلان قوات الاحتلال عن نهاية أعمالها العسكرية في محاور حدودية محددة ودعوته للمواطنين العودة إلى ما تبقى من بيوتهم وأحيائهم. لما سمعنا الخبر أنه الناس ترجع بيوتها، أغلب الناس من هنا حاولت أنه يعني ترجع من ظل أيضا المعاناة اللي بيعيشوها في ظل هذه الملاجئ التي تفتقر إلى أبسط أمور الحياة. فالناس يعني كانت حابة ترجع بيوتها بسرعة، ففي منهم اللي رجع، وأثناء هم راجعين في إطلاق نار صار وفي إصابات صارت، لأنه اليهود يعني إحنا متعودين عليهم والجميع متعود وبيعرف إنهم ما لهمش أي عهد. توجهت الأسر المكلومة وهي تتنفس الخوف وتسير في ممرات الخطر لتجد نفسها في مرمى النيران مجددا. بعد 8:30 طلعنا مأيسة على حسابي كده على عتقنا، والله نجانا ومشينا وصبحوا استشهدوا من عندنا 3. يعني وضع لا يعتليه، يعني ما فيش إمكانية الواحد يقدر، أنا أقدر روح ألقيت على الدار بقدر شروط. الكثيرون ممن عادوا وجدوا بيوتهم ركام، فأصبح النزوح خيارهم الوحيد. وبعد الدمار لكل منهم حكاية تحت ركام البيت. والله داري هذا بنيتها جديد من عرق جبينة، أنا أرملة اللي 18 سنة، واللي 18 سنة بحط القرش على القرش، وبنيت الدار عشان أولاد وجوزت أولاد 2، ومن وين الحين وين أروح؟ فيش لي ماء وين أروح؟ الخلاصة لا عودة، فالموت ينتظر العائدين لبيت مدمر أو آخر ينتظر الهدم حتى يتوقف العدوان. وبقولوا لنا أرجعوا وعد ما نصل الدار بتشتغل الناس ثواني، كان قال اطلع من البيت اطلع من البيت، كيف نرجع دورنا يما الله يرضى عليك؟ وإحنا والله ما إحنا قادرين نرجع على دورنا، ومش عبالنا بالخاطر نضلنا مرميين في المدارس وأولادنا مرميين والمرض صابهم والوجع صابهم، مش عارفين وين بدنا نروح ولا وين بدنا نيجي، مش عارف إيش بدنا نسوي إحنا. الاحتلال اختار إعادة الانتشار بعيدا عن مواجهة المقاومة لكي يرمي الموت عن بعد، بحثا عن استمرار العدوان بدون خسائر. من بين مئات آلاف النازحين في المدارس والمشافي والشوارع، يوجد 10,000 أسرة بلا منزل ينتظرون قرار إعادة إعمار منازلهم. لقناة الشروق الجزائرية، عامر أبو شباب، فلسطين المحتلة.